مشاهدينا أخبار الثامنة من قناة الموريتانية وأبرز عناوينها الليلة. المجلس الأعلى للقضاء يجتمع بالقصر الرئاسي في نواكشوط تحت رئاسة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء. محافظ البنك المركزي الموريتاني يكشف في مؤتمر صحفي الأبعاد الاقتصادية والتنموية للتغييرات القادمة في العملة الوطنية. فعاليات النسخة السابعة من مهرجان المدن القديمة تتواصل في تيشيت وسط إقبال معتبر على فقرات ومعارض هذا المهرجان. مشاهدينا أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة التي نبدأها ببريد رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز، حيث وجه سيادته برقية تهنئة إلى السيد ساولي نينيستو رئيس جمهورية فنلندا بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطنية. وجدد رئيس الجمهورية حرص بلادنا على مواصلة العمل من أجل تعزيز علاقات التعاون المتميزة القائمة بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين. اجتمع المجلس الأعلى للقضاء اليوم بالقصر الرئاسي في نواكشوط تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد العبد العزيز رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء. استقبل رئيس الجمعية الوطنية السيد محمد البويليل صباح اليوم بمكتبه في نواكشوط الدكتور جاي عبد السلام ممثل منظمة الصحة العالمية في موريتانيا. جرى اللقاء الذي تناول العلاقات بين بلادنا وهذه الهيئة الأممية بحضور الأمين العام للجمعية الوطنية السيد عبد الله والصالح. كما خصصت لجنة المالية بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته صباح اليوم برئاسة السيد الطالب مصطفى محمد الأمين رئيس اللجنة لمناقشة ميزانية وزارة الدفاع الوطنية في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2018. وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير الدفاع الوطني سيد جلو ممد جوباتيا استعرض فيه مختلف بنود الميزانية المذكورة. وعقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية اجتماعا اليوم برئاسة السيدة فاطمة منتعلي محمود رئيسة اللجنة خصص لمناقشة مشروع قانون يتعلق بمكافحة تلوث الهواء. وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير البيئة والتنمية المستديمة سيدة مادي كامرا استعرض فيه الخطوط العريضة لمشروع القانون مشيرا إلى أنه يهدف إلى الحيلولة دون تلوث الهواء في ظل الزيادات المستمرة للانبعاثات الملوثة وتعدد مصادرها. نظمت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في نواكشوط الليلة البارحة حفل استقبال تخليدا للذكرى 46 لاستقلال الإمارات. وحضر الحفل وزيرنا للشؤون الخارجية والتعاون الدكتور سلكو الأحمد زيد بيه والسلك الدبلوماسي المعتمد في نواكشوط وشخصيات سياسية وثقافية وإعلامية موريتانية إضافة إلى طيف من نخبة المجتمع الموريتانية. وألقى سفير دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السعادة عيسى عبد الله مسعود الكلباني كلمة بالمناسبة أشاد فيها بمستوى التعاون الثنائي بين موريتانيا والإمارات مشيرا إلى شبه تطابق مواقف البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والعربية وارتفاع مستوى التبادل التجاري بين الدولتين.
كشف محافظ البنك المركزي الموريتاني ظهر اليوم في مؤتمر صحفي بمقر البنك المركزي الموريتاني في نواكشوط للرأي العام الوطني والدولي التغيرات القادمة في العملة الوطنية. وأوضح المحافظ أن وظائف الأوقية ستبقى قائمة مع الحفاظ على قيمتها السابقة دون أن تتأثر بالتغيير الجديد. في إطار تنفيذ استراتيجيته الجديدة وبعدها المتعلق بعصرنة وسائل الدفع، يطلق البنك المركزي الموريتاني للتداول دفعة جديدة من الأوراق والقطع النقدية للعملة الوطنية الأوقية، وذلك ابتداء من فاتك يونيو 2018. وتتميز السلسلة الجديدة بتحسينين أساسيين هما تغيير قاعدة الأوقية وتغيير البوليار على كافة أوراقها النقدية بشكل يجعلها أكثر قوة وأماناً واحتراما لمعايير الصحة والنظافة والبيئة. محاور الاستراتيجية الجديدة للبنك المركزي الموريتاني وإطلاق دفعة جديدة من الأوراق والقطع النقدية مواضيع استعرضها محافظ البنك المركزي الموريتاني خلال مؤتمر صحفي عقده زوال اليوم أمام الصحافة الوطنية والدولية. ارتأى البنك المركزي الموريتاني من خلال عدة دراسات عدلها خلال استراتيجيته الثلاثية على أن ثم محور أساسي يتعلق بعصرنة نظم وسائل الدفع. هذا بالنسبة لنا ضروري بهاللي لا بد أن نتكيفه كبنك مركزي غير ملك الدولة بالمحيط الدولي. إحنا ما نعيش في جزيرة وحدنا، إحنا نعيش في عالم وعندنا ارتباط بالعالم، ولا بد أن نتكيفه مع التطورات اللي لمستوى العالم. ضرورة كذلك اقتصادية. هاي عصرنة وسائل الدفع ما نقدو يكون نطوروها بها اللي عاد دور تشوفو ذاك عاد مكلفة وعاد الحقيقة ما هي عصرية وتوف قاع مباشرة. هو ملي كذلك مطلب للفاعلين الاقتصاديين والمواطنين خلال ملي دراسات عدلناها إن شاء الله. وأوضح محافظ البنك المركزي الموريتاني أنه انطلاقا من فاتح يونيو 2018 ستتم كل العمليات التجارية بالأوراق والقطع النقدية الجديدة فقط، وبالتالي تفقد المجموعة القديمة قدرتها على الدفع، لكن استبدالها يظل ممكنا لدى شبابيك البنك المركزي. وبإمكان السادة المشاهدين متابعة هذا المؤتمر الصحفي كاملا، وذلك بعد أن نشر باللغة الفرنسية لهذا المساء بحول الله. مشاهدينا، الآن نربط الاتصال بفريق قناة الموريتانية المتواجد في تيشيت لتقديم النافذة الخاصة التي نواكب من خلالها فعاليات النسخة السابعة من مهرجان المدن القديمة. مساء الخير مشاهدينا الكرام، أحييكم من هذه النافذة التي فتحتها قناة الموريتانية مواكبة من أجل موافاتكم بمستجدات هذا المهرجان الذي يلتئم هذه السنة في مدينة تيشيت في نسخته السابعة. ونستهل هذه النشاطات بجانبها الرسمي، حيث أشرف وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة مساء أمس هنا بمدينة تيشيت على الحملة الوطنية لتلقيح المواشي على مستوى مقاطعة تيشيت. جديد الحملة هذه السنة هو شروع الهيئات المختصة بوزارة البيطرة في إجراء تحاليل من أجل تقييم القيمة الغذائية للأملاح المجاورة لهذه المدينة. الأمراض الأكثر انتشاراً بهذه المنطقة. حملة تلقيح المواشي على مستوى مقاطعة تيشيت المنظمة بالتزامن مع مهرجان المدن القديمة أشرف على انطلاقتها وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد لمين للشيخ رفقة السلطات الإدارية والمنتخبين. اللقاء كان فرصة لقطاع البيطرة للحديث عن الأهداف المتوخاة من هذه الحملة. تضمن هذه الحملة القيام بفحوصات إكلينيكية ومخبرية بالإضافة إلى التقصي الوبائي للأمراض الحيوانية المختلفة، مما سيمكن من تشخيص الأمراض وتحديد آثار الإصابات القديمة. سيد الوزير،
يعتبر توفير مسالخ في جميع التجمعات الوطنية سياسة انتهجها القطاع في الأعوام الأخيرة من أجل توفير لحوم صحية، مما يتطلب تنظيم مهنة الجزارة عن طريق توفير بطاقات مهنية، وفيما يتعلق بهذه المدينة العملية في مراحلها الأخيرة وكذلك مسلخ تشيت. سيد الوزير، إن انطلاق هذه الحملة اليوم في مقاطعة تشيت التاريخية تدل على أن إنشاء قطاع مكلف بالبيطرة منذ 2014 خير دليل على العناية الفائقة التي يليها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز للثروة الحيوانية التي تعتبر ركيزة أساسية من ركائز اقتصادنا الوطني. وفضلا عن الأهداف المعهودة لمثل هذه الحملات، ستشرع الأجهزة المختصة بقطاع البيطرة في تحديد القيمة الغذائية لأملاح السباخ الموجودة قرب مدينة تشيت والخاصة بالمواشي. السواح القادمين إلى المدينة خلال هذا المهرجان. النشط يكسر هدوء تشيت ويجمع مهارات واهتمامات من كل حدب وصوب. خيام العرض تتهادى على صفير الرياح الشتوية المنهكة بعد رحلة أبدية. تنحني الخيام ولا تسقط، فأصوات البيع والشراء وعبارات المساومة تشي بأننا ما زلنا في الوقت الأصلي. لا شريت وقاتها من عند الراجل وتو. من رأيك أنك جاي هون مدعو وصلت فنان للمشاركة في الفعاليات، والله كانك جاي أنت وتو. أنا قلت لك عني أنا لا مهرجانات دولتي ما يفوتوني وتو، لا منها منادي ولا ماني منادي جاي وأنا مل. هذه النسخة السابعة من مهرجان مدن القديم تتميز بتنظيم مجموعة من النشاطات الثقافية مثل معارض المنتجات التقليدية ومسابقات الألعاب التراثية، بالإضافة إلى السهرات والمحاضرات التي شارك فيها كبار الشعراء والكتاب والمؤرخين الذين تناولوا دور هذه المدينة في نشر الإشاعة الثقافي والعلمي للبلاد بين العالمين العربي والإفريقي وصيانة التنوع الثقافي. منتجات من روح الابتكار المحلي تتجاور على بساط واحد فتثير اهتمام المواطنين وفضول الغرباء وإعجابهم أيضا. Je m'appelle Pierre, je suis français, je viens de Bordeaux. أنا اسمي بيير من فرنسا من بوردو. زرت موريتانيا لأكثر من 30 مرة خلال 24 سنة وأكن لهذه البلاد كل التقدير والاحترام وأميل إلى ثقافتي وتقاليد هذا الشعب المضياف. أنا أقول دائما إذا كان هناك فرنسيون يستمعون إلي أحب أن يفهموا أن المنطقة هنا آمنة تماما، لم أشعر يوما بأي تهديد على سلامتي، وهنا آمن تماما كما في فرنسا وربما أكثر. جئنا إلى تشيت بدون أي مشاكل باستثناء الطريق الذي ذكرنا بسباق باري داكار. الصناعات المحلية هنا جميلة، اشترينا قطعا من الصناعات التقليدية من كل مكان ولا نزال هنا نتبضع لهذه القطعة الفنية الجميلة. نجح مهرجان المدن القديمة في إعادة إدراج هذه المناطق ضمن المدن الأكثر أمنا بعد أن فرضت أجواء الأمن والسكينة إخراجها من دائرة ما يسمى بالمنطقة الحمراء. سعيد الحبيب للموريتانية تشيت. تشتهر مدينة تشيت التاريخية بوجود سباخ مجاورة للمدينة يتم اقتلاع الملح منها وشكل على مر العصور تجارة ومصدرا للدخل للعديد من ساكنة المدينة، إلا أن هذه التجارة ما زالت تمارس بشكل تقليدي سواء تعلق الأمر بنزعها من سطح الأرض أو طرق التسويق. السهل الممتد شرق مدينة تشيت توجد مقالع الملح المعروفة هنا بأمرسال، أحد أهم الموارد الاقتصادية في المنطقة على مدى قرون. المشهد هنا لم يتغير كثيرا منذ مئات السنين، لا يزال هؤلاء ينبشون الأرض بنفس الطريقة التقليدية المتوارثة من أجل إمداد القوافل المتجهة إلى أعماق الصحراء بهذه المادة التي لا يزال الطلب عليها كبيرا خاصة بالنسبة للمنمين، حيث تعد هذه المادة حيوية لتغذية الإبل.
هذاك الخباط اللي نجو ويجيبوا له دباش وتخبط لنا ذا مرسال اللي هو نرفدوه حنا علل ونمشوا به شورى ولايه العيون. شي منه نبيعوه نستفادوا به وشي منه نمرسلوا به حيوان ملك الاسماء، وهذه هي صفته. يتم تجميع الملح من هذه القشرة الأرضية الرقيقة ووضعه في أكياس يتم تحميلها على ظهور الجمال في انتظار أن تنطلق القافلة. احنا هذا اليوم طريقة كاملة احنا لا نجوهون لا نعودون هون ليتين ولا نظل هون اليوم ولا اللي شي منا لا يرفد الصبح، لكن اللي من يامس هون لا يرفد الصبح هو ثلاثة أيام في الشهر. مالك اللي سمعت ايوه شو هاي الصدقه عقاء رفع عنها عقاء وإذا قلت اليوم لا تصبح الصبح زارعة. مالك اللي سمعت مستفاد منها ياسر من المؤمنين. يأمل هؤلاء أن يواصلوا نشاطهم في ظروف أفضل في ظل ندرة الموارد وقساوة الصحراء. إعفاء هذه التجارة من الضرائب والرسوم مطلب تحقق مؤخرا، ويرى هؤلاء أنه جاء في الوقت المناسب من أجل انتشال هذا النشاط الاقتصادي القديم من الانقراض. وبهذا العنصر الخاص بتجارة الملح التي تمارس منذ زمن بعيد نختم نافذتنا لهذه الليلة، وأذكر مشاهدينا أن سهرتنا لهذه الليلة بإمكانهم متابعتها مباشرة على الهواء في حدود الساعة 10 من مساء هذا اليوم. شكرا لكم. إذن مشاهدينا شكرا جزيلا لفريق الموريتانية المتواجد في مدينة تيشيت لتغطية مهرجان المدن القديمة. دائما في هذا السياق شارك وفد من البرلمانيين والمنتخبين الفرنسيين في فعاليات النسخة 7 من مهرجان المدن القديمة التي احتضنتها أو تحتضنها لحد الساعة مدينة تيشيت. ولدى عودته إلى العاصمة نواكشوط قادما من تيشيت أدلى الوفد البرلماني الفرنسي بانطباعاته عن جولته بهذه المدينة التاريخية واكتشافه لجوانب هامة من التراث الموريتاني القديم. نهاية زيارته لمدينة تيشيت التاريخية حيث شارك في فعاليات مهرجان المدن القديمة المنظم في نسخته 7 في المدينة، أكد وفد البرلمانيين والمنتخبين الفرنسيين أن مهرجان المدن القديمة أتاح لهم التعرف، وفضلا عن الجوانب الثقافية والتراثية الهامة للمدن التاريخية الموريتانية، على المقدرات الاقتصادية والتنموية والسياحية لبلدنا. النائب جان فرانسوا مباي عبر عن ارتياحه الكبير لحضور مهرجان المدن القديمة في تيشيت الذي مكنه من التعرف على الخصوصية الثقافية والتراثية لهذه المدينة العتيقة وكنوزها التاريخية الهامة، وأضاف أن هذا المهرجان شكل سانحة هامة للسكان المحليين الذين أتاح لهم التواصل مع الخارج والاستفادة من المزايا الإيجابية لهذا الحدث الثقافي على المستوى التنموي والاقتصادي. أما النائبة أماليا الجرافي من جمعية صداقة الموريتانية الفرنسية فقد شكرت السلطات الموريتانية على تنظيمها لهذا العرس الثقافي، وقالت إنها وفضلا عن الجوانب الثقافية والتراثية للمهرجان لم تكن على دراية من انخراط بلادنا ضمن الدول المستخدمة للطاقات البديلة وبمستوى عال، مثمنة هذا التوجه الذي وصفته بالنادر في الدول الإفريقية. من جهتها أكدت النائب مارتين لغوي بالوا أنها سعيدة بحضور هذا الموسم الثقافي الوطني، وأضافت أن اهتمام اليونسكو بالمدن التاريخية الموريتانية لم يأتي من فراغ، بل جاء وليد الاستحقاق والثراء الثقافي والإنساني والتاريخي لهذه المدن العريقة. وقالت إنها تثمن جهود إعادة ترميم الآثار وتأهيل المعالم التاريخية وإعطائها حياة جديدة لتظل شاهدة على نهضتها وازدهارها في القديم. وأضافت أنها تحدثت مع الحكومة الموريتانية بخصوص تنظيم رحلات وزيارات سياحية واستكشافية لهذه المدن الجميلة. عمدة بلدية فيمل السيد جان لوي كوست أشاد بجهود بلادنا في مجال تعزيز اللامركزية وتقريب الخدمات الإدارية من المواطن، وثمن سياسة الدولة في هذا المجال بدءا بإلغاء مجلس الشيوخ والتحضير لإنشاء مجالس جهوية أكثر تمثيلا للمواطن وأقرب من اهتماماته وانشغالاته،
وقال إنه كعمدة يهتم بهذا الجانب بشكل أساسي، ويقترح على البلدين موريتانيا وفرنسا تعزيز التشاور والتبادل في هذا المجال الهام. النائب فرانسوا لونكل ذمن بدوره جهود بلادنا خاصة في المجال الأمني والتغلب على جميع التحديات في هذا المجال، وأضاف أن موريتانيا من بين جميع دول الساحل الخمس استطاعت أن تبسط الأمن على جميع ترابها الوطني وأن تتصدى بحزم لكل الاستفزازات الأمنية في المنطقة المصنفة بالخطيرة. وإلى جانب مسألة الأمن، يضيف النائب فرانسوا لونكل، رفعت بلادنا تحدي الطاقة باستخدامها للمصادر الطبيعية المتاحة، وهو مجهود يذكر فيشكر. مشاهدينا، بإمكانكم متابعة ملف عن الجيش الوطني وتطور قدراته الدفاعية وتجهيزاته القتالية وكفاءة أفراده، وذلك بعد هذه النشرة مباشرة. نتحول الآن إلى جديد المال والأعمال مع شيخنا. مساء الخير شيخنا. مساء الخير الغالي، أهلا مشاهدينا الكرام، تحية طيبة. نلتقي في أخبار الاقتصاد بعد الفاصل. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين في أخبار الاقتصاد، ونبدأها بأسعار أهم العملات العالمية مقابل الأوقية حسب بيانات البنك المركزي الموريتاني. رفع بنكو جولدمان ساكس الاستثماري الأمريكي توقعاته لأسعار النفط في العام القادم، قائلا إن التزام منظمة أوبيك باتفاق خفض الإنتاج سيعمل على امتصاص المزيد من المخزونات ورفع الأسعار خلال العام 2018. وأشار البنك إلى أن انخفاض المخزونات في العام المقبل والالتزام القوي الذي أبدته كل من روسيا والسعودية أكبر دولتين منتجتين للنفط بتمديد تخفيضات النفط الخام خلال الاجتماع الذي قادته أوبك في فيينا الأسبوع الماضي، يصدر في خبر آخر، نجحت الصين في كبح جماح تدفق الأموال إلى الخارج بفضل تحسين التوقعات لمستقبل اقتصادها وبذلها جهودا جديدة صارمة لإبقاء الأموال في الداخل. وتفرض الحكومة الصينية حدا أقصى يبلغ 50,000 دولار على الأموال التي يمكن للمواطن الصيني تحويلها إلى الخارج خلال عام واحد، وإن كان باستطاعة الشركات والمستثمرين الاستراتيجيين تحويل مبالغ أكبر من ذلك. وتعين هذه القيود المفروضة من طرف الحكومة الصينية على تحويل الأموال إلى الخارج في الحفاظ على استقرار نظامها المالي. وفيما يلي يهساده، نتابع جديد أهم الأسهم والمؤشرات في الأسواق المالية العالمية. نهاية أخبار الاقتصاد، عودة إليك غالية وما تبقى من أخبار النشرة. شكرا لك شيخنا. مشاهدينا، نواصل النشرة بعد الفاصل. انطلقت صباح اليوم بمركز التكوين للترقية النسوية بنواكشوط أعمال ورشة في مجال الرفع من مستوى جمعية الأشخاص المكفوفين، وتهدف هذه الورشة إلى تمكين المعوقين من النفاذ إلى الحق في قراءة الكتب والمصنفات المنشورة. 60 مشاركا في ورشة الرفع من مستوى جمعيات الأشخاص المكفوفين ومنظمات الأشخاص المعاقين حول استراتيجية المناصرة من أجل المصادقة على معاهدة مراكش لنفاذ الأشخاص المكفوفين وناقص البصر والأشخاص الذين يعانون من مشاكل في قراءة الكتب والمصنفات المنشورة، المنظمة بالتعاون مع برنامج دولة القانون التي شكلت مناسبة لقطاع الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة للتذكير بجهود موريتانيا في الرفع من مستوى شريحة المعوقين بصفة عامة والمكفوفين بصفة خاصة. يعتبر هذا النشاط من ضمن الفعاليات المخلدة للثقافة
3 ديسمبر العيد الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يعتبر فرصة سانحة لتذكير الرأي العام والوطني والدولي بأهم الإنجازات التي تحققت في هذا المجال، التي سنذكر منها على سبيل المثال للحصر: إنشاء إدارة مركزية للأشخاص المعاقين، المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين، إنشاء مجلس وطني متعدد القطاعات لترقية الأشخاص المعاقين، دعم مادي معتبر سنوي لجمعيات الأشخاص المعاقين، اكتتاب 100 عنصر من حملة الشهادات ذوي الإعاقة في الفترة ما بين 2014 و2016. رئيس الرابطة الوطنية للمكفوفين الموريتانيين أكد على ضرورة تسهيل ولوج المكفوفين للكتب والمصنفات، وذلك من خلال تمكين جمعياتهم من الحصول على حق طباعة تلك الكتب والمصنفات بلغة برايل. كما تعلمون جميعا، كل الأشخاص المكفوفين على مستوى العالم والبالغ عددهم ما يزيد على 385 مليون شخص يعانون اليوم مما يسمى بمجاعة الكتب، أي أن الولوج إلى هذه الكتب التي تم نشرها من قبل مؤلفيها غالبا ما تكون في قالب غير قابل لنفاذ الشخص الكفيف، وهذا يعيق في حد ذاته الشخص الكفيف عندما يكون في المرحلة الجامعية وحتى في المرحلة الابتدائية والثانوية. وتم خلال الورشة تكريم العديد من الأساتذة والشخصيات تذمينا لمساهمتهم في الرفع من المستوى التعليمي لمتميزين من ذوي الإعاقة، أثبتوا جدارتهم في وظائف ومسؤوليات عديدة. احتضنت كلية الطب مساء أمس أمسية ثقافية نظمتها رابطة أطباء المستقبل، وذلك بمناسبة ذكرى 57 لعيد الاستقلال الوطنية، وذلك بحضور عميد كلية الطب البروفيسور الداهل البشير ونائب عميد الكلية. رئيس الرابطة الدكتور أحمد يحيى والبادي أكد على دور الجمعية في ترسيخ ثقافة حب الوطن لدى أطباء المستقبل، وأضاف أن هذا النشاط يدخل ضمن مجموعة أنشطة نظمتها الرابطة، من بينها حملة تبرع بالدم على مستوى جامعة نواكشوط العصرية وبطولة رياضية على مستوى كلية الطب. مشاهدينا جديد الملاعب هذا المساء مع محمد طلحة. مساء الخير محمد. مساء الخير غالية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى أخبار الرياضة بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عن المواعيد الجديدة للجولات القادمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، والتي ستقام في الكاميرون صيف العام 2019، حيث تقرر إقامة مباراة المنتخب الوطني ونظيره البوركينابي ضمن منافسة الجولة الثانية بالمجموعة التاسعة، التي تضم أيضا منتخبي أنغولا وبوتسوانا خلال الفترة من 3 إلى 11 سبتمبر 2018. وسيواجه المنتخب الوطني نظيره الأنغولي في الجولة الثالثة خلال الفترة من 3 إلى 16 أكتوبر 2018، فيما يلتقي المنتخبان مجددا في الجولة الرابعة خلال فترتها بالعاصمة نواكشوط. وفي الجولة الخامسة يحل منتخب بوتسوانا ضيفا على منتخب الوطني خلال الفترة من 12 إلى 20 نوفمبر 2018. وبالجولة السادسة يواجه المرابطون منتخب بوركينا فاسو خلال الفترة من 18 إلى 26 مارس 2019. يأتي هذا التعديل من أجل منح المنتخبات المتأهلة عن القارة لكأس العالم روسيا الفرصة للاستفادة من فترة شهر مارس المقبل من أجل التحضير للمونديال. يجري المنتخب الوطني لكرة اليد تحضيراته الميدانية بملاعب كرة اليد بدار الشباب الجديدة بالعاصمة، وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة المنطقة الإفريقية الثانية لهذه اللعبة، التي من المقرر أن تستضيفها جزر الرأس الأخضر منتصف شهر فبراير المقبل. وكان المنتخب الوطني لكرة اليد قد حل في المركز الرابع خلال نهائيات بطولة التحدي التي استضافتها غينيا كوناكري السنة الماضية. وتبذل الاتحاد الوطني لكرة اليد جهودا كبيرة من أجل وضع المنتخب الوطني في ظروف تسمح له بالمنافسة على إحراز البطولات الدولية. يسعى الملاكم الوطني الشاب عمر ولعي للخروج من دائرة المنافسة المحلية إلى حلبات الملاكمة الدولية، وذلك من خلال المشاركة في البطولة الإقليمية للملاكمة المقرر إقامتها بمدينة سينلوي السنغالية في شهر مارس المقبل.
عمر ولالي رياضي شاب تعلق قلبه منذ الصغر برياضة الملاكمة حينما كان يشاهد والده رحمه الله يمارس نفس الرياضة. شب عمر على حب الملاكمة وتنازعته أحلام الاحتراف في هذه الرياضة الأولمبية المعروفة برياضة الملوك أو الفن النبيل. لقبه زملاؤه بمحمد علي كلاي موريتانيا نتيجة لمهاراته العالية في هذا الفن النبيل ولقدراته البدنية التي مكنته من الفوز في النزالات التي جمعته ببعض الملاكمين من دول الجوار وذلك بالضربة القاضية المعروفة اختصارا بكو. أنا قال لي عمر ولا علي عدل البوكس حق فعلا عني ميالين عدل البوكس اصلا كان يعدل والدي الله يرحمه ويغفر له تراعي فهو كان يعدل الرياضه تعال نعدلها نشوف يوصل من البطوله في العالم نحن دربونا ما يفهم تبقى فيها حتى عندي اصحابي كنا يسولون يقولون انت تعدل البوكس هون تفتر راسك واجي يمشي معنا احنا انت تمشي معنا احنا ان شاء الله لكن مو عندك ديو عدل لك تمثل واحده من دولنا قلت معني أنا ما نختار مش عن دورتي. الملاكم الشاب عمر رغم إمكانياته المحدودة ورغم عدم وجود حلبات بالمعايير الدولية لهذه الرياضة الأولمبية في بلادنا نتيجة لعزوف الشباب عن ممارستها باعتبارها رياضة تحتاج جهدا بدنيا عاليا وتجهيزات لوجستية مختلفة فإن عمر قرر مواصلة المشوار حتى يتحقق حلمه الذي راوده منذ الصغر. هاي سبور ما كانت معروفة هون تيا ما كانت مهمة نختار الناس كاملة تم تعدلها حتى ما يعدل البوكس يا جماعة 5 دي ماتين جسمي مسيد صلي نيوفا زين الشي سبور مع الصباح 5 دي ماتين بيانا نقوم 5 دي ماتين نمشي نجي شغل تصل بحر نشتغل نمشي نعدل انترمان نعدل انترمان يعود نيفر نمشي روبوزي نجي نصبح نرقد نطرح راسي 2 و 3 نجي مولي نجلس البحر نعدل انترمان فوق زيت البحر فهمتي نعدل فيتينغ نجري. ويبقى أكبر طموح لدى الملاكم الشاب عمر هو تمثيل موريتانيا في منافسات دولية كبرى لهذه الرياضة الأولمبية. نختار أنا بقى مستعد عن نتكلم عن راسي نختارها شامبيون كوب دو موند أفريقيا لا خلق نختار نجيس لما نجاب حد يدعمني. الملاكم الشاب عمر نموذج من بين نماذج عدة للرياضيين شباب قرروا تحدي الصعاب وتجاوز العقبات من أجل تشريف الرياضة الوطنية. نهايته أخبار الرياضة بعد الفاصل تلتقون الغالية متاع مرشين. شكرا لك طلحة. مشاهدينا بهذه الأخبار الرياضية نختم هذه النشرة ونذكر بأبرز ما جاء فيها. المجلس الأعلى للقضاء يجتمع بالقصر الرئاسي في نواكشوط تحت رئاسة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء. محافظ البنك المركزي الموريتاني يكشف في مؤتمر صحفي الأبعاد الاقتصادية والتنموية للتغييرات القادمة في العملة الوطنية. فعاليات النسخة السابعة من مهرجان المدن القديمة تتواصل في تشيت وسط إقبال معتبر على فقرات ومعارض هذا المهرجان. مشاهدينا نهاية النشرة، شكرا لكم على كرم المتابعة، نلتقي بإذن الله في نشرة منتصف الليل. إلى ذلكم الحين في أمان الله.